السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه اللي غادي نتناول فيها الموضوع ديال الجاكيط ديال الكوير. اذا كنت كتقلب على الاحذيه والملبوسات الجلديه والتصليح ديالها فانت في المكان المناسب مع رضوان سربوس صاحب تجربه يعني في عده شركات مغربيه واجنبيه. لهذا نقدم لك هذا الفيديو كنعتبره هديه مني. علاش؟ لان بزاف ديال الاصدقاء تيجوا عندي باش يصبغوا الجاكيط ديال الكوير تيكون مقشر. للاسف هذاك ماشي جاكيط ديال الكوير، وتبقى نشرح لهم بزاف ديال الحوايج نهايه المطاف يعني كيتاسفوا انهم تم النصب عليهم باسم مثلا الكوير. هذا الفيديو غادي يكون يعني شيق ورائع، هدية مني جميع الاصدقاء اللي تيحبوا الكوير وتا الاخرين اللي هما عاد غادي يحبوا الكوير. كنتمنى ان يكون هذا الفيديو انه كيحبب الناس في اللبس ديال الجاكيت ديال الكوير وفي الكوير يعني عموما. هذا الفيديو غادي يكون تبسيطي، اللي غادي يكون عباره عن جوج ديال الجواكت ديال الكوير. كما كتشوفوا هذه جاكيت ديال كوير اصلي، هذه جاكيت ديال سكاي يعني مزوره. الفرق اللي هو بيناتهم غادي تشوفوه في هذا الفيديو يعني مزيان باش ما يبقاش اي واحد يعطيك معلومه مضلله. علاش؟ هذا كتشوفو يعني ببروف قدام عينك، غادي تجرب جميع المراحل باش ملي تمشي تشري غادي تمشي تشري وانت مرتاح. علاش؟ بزاف ديال الازقه كيتشكاو، بقيت يعني كنستغرب من حقهم انهم يتشكاو، ماشي على شي حاجه، علاش؟ انهم عندهم معلومات يعني غامضه، ولكن في هذا الفيديو ديك المعلومات الغامضه غادي نحاول ما امكن نحيدها مره، ما غاديش تبقى المعلومات الغامضه عند اي فرد اللي هو باغي يشري الجاكيت ديال الكوير. غادي يكون احسن شيء هو انك تستمع يعني هذا الفيديو يعني مزيان اذا كنت مهتم بالكوير ولا الجاكيت ديال الكوير يعني عموما. اذا كنت مهتم كننصحك انك تصنف الفيديو من الاول حتى الاخر وتشاركه مع الاصدقاء ديالك اللي هما محبين لهذا المجال ديال الكوير. علاش؟ باش يستافدوا مزيان. وابقى معايا في هذا الفيديو، خذ واحد النفس كبير وتامل في هذه الفوارق باش مستقبلا تشري وتبقى مرتاح وتشكرني ولا ما تشكرنيش، ماشي مشكل. اول حاجه كتحط تبادر الذهن ديالك هو ان الجاكيت ديال الكوير كتشرى من المكان ديال الكوير. هذه مساله يعني مهمه خاص يعرفوها بزاف ديال الاشخاص. علاش؟ لان الكوير هو اختصاص خاص بالناس ديالو، كاين متاجر اللي كتبيع المنتجات الجلديه ماشي كسائر يعني المتاجر. باش تمشي تشري الملابس ديالك خاصك تمشي تشري مثلا جاكيت ديال الكوير، خاصك تمشي تشريها من المحل ديال الكوير، ما تشريش الجاكيت ديال الكوير يعني من المحل ديال الملابس اللي هو عادي. هذه نقطه يعني خاص ينتبه ليها الجميع. المهم هذه جاكيت ديال الكوير كما كتشوفوا، يعني جاكيت ديال الكوير يعني تنقولوا جاكيت اصليه كما كتشوفوها. اول حاجه اللي كيميز الجاكيت ديال الكوير الاصلي هو انك يعني ملي كتشم يعني الجاكيت ديال الكوير كاينه واحد الريحه اللي هي خاصه بالكوير، يعني ما يمكنش شي واحد يزور هذه الريحه. هذه الريحه ديال الجلد خاصه كتبقى بالجلد. من المميزات اللي كتعرف بها هذه الجاكيطه ديال الكوير، اول حاجه الكوير اللون ديالو كما كتشوفوه، هذا كوير يعني مارون كما كتشوفوه، يعني كوير يعني بريون. شوف ملي كيتجبد ماشي يعني بحال الجاكيت ديال الكوير الاخر. ثاني حاجه ملي كتفحص الجاكيت ديال الكوير يعني في الداخل ديالو شنو كتلقى؟ كتلقى هنا مثلا كتلقى هذه القطعه اللي هي ديال الكوير كما تشوفوها بحال هكا. ملي غادي تفحص هذه القطعه ديال الكوير غادي تلقاها يعني كتشبه الدان يعني من لهنا، يعني علاش؟ الشعيرات ديال الجلد ماشي توب. هذه القطعه هذه هي اللي كتكون يعني المرفق اللي كيكون في الجاكيت ديال الكوير الاصلي. علاش؟ باش ملي كتطلب يعني من البائع انه يتيستي لك يعني الكوير، الكوير اصلا كيتيستا بحال هكا هذا يعني جلد، ما تقولوش حنا يعني تيتقشر. كتشد الجلد بحال هكا كتلقاه باقي صحيح يعني ما تيتقطعش وما تيتحرقش. احيانا كتلقى واحد التيكي اخر حتى هو لاصق مع هذا التيكي هذا، يعني تيحدد المصنع اللي صنع لك. اما هذا المرفق الجلدي راه اصلي بالنسبه لاي واحد اللي تيخدم الكوير، او تكون شركه او يكون يعني شخص يعني عادي. ثاني حاجه كما كتشوفوا الكوير اللمعان ديالو يعني معروف. ثاني حاجه الكوير يعني تيبقى صحيح يعني مدى الحياه، ممكن انك تصبغه ممكن تعاود يعني الصبغه ديالو ترجع يعني للاصل ديالو. الكوير مع المده ديالو ما تيتقشرش ماشي بحال الكوير يعني الاخر اللي تيكون مثلا سكاي ولا فوكوير ولا شي حاجه اخرى. اول حاجه يعني ما تيتقشرش طول ما تيبقى يعني يزيد يعني في العمر وكيكون يعني الاعتناء به يعني مزيان، كيبقى الجلد ديال الكوير يعني تيبقى مزيان وتيبقى عاطي واحد اللمعان اللي هو خاص يعني بالكوير. هذه لي امور يعني خاص ياخذها اي شخص يعني بغى يشري جاكيط ديال الكوير، ياخذها بعين الاعتبار. اذا بغيتي تشري جاكيط ديال الكوير وما تقاولبش،
عليك بالمتجر ديال المنتوجات الجلدية اللي تبيع الكوير الأصلي. طبعا صاحب المتجر الجلدي ملي غادي تقول له انت واش الجاكيت ديال الكوير، اكيد انه غادي يمشي لك مباشرة هاد المرفق هذا وغادي يطيسي لك الكوير يعني بالنار، لان الكوير ما كتشدش فيها العافية ماشي بحال الاخر. ايوا اش ندوز للجاكيت الاخرى؟ احنا حيدنا هذه، احنا نجيبو الجاكيت الاخرى. ها هذه جاكيطه ديال سكاي، يعني كاين ناس يعني تيروجوها بالاسم ديال الكوير، كاين اللي تيقول الحقيقه. المهم احنا بغينا نوضحوا الحقيقه يعني في هذا الفيديو. اول حاجه اللي غادي ننبهكم ليها يعني مزيان، كما كتشوفوا هذه يعني ابره، ها هي فينا هي، هذا ماشي جاكيت ديال الكوير، يعني جاكيت يعني سكاي. اول حاجه ديرها فيه كما كتشوفوا الابره كيفاش خرجت بواحد الطريقه يعني جد سهله. نجربوها هنا، هاي خرجت الابره بطريقه بسيطه كما كتشوفوا هنا، انتم شفتوا الابره خرجت بطريقه بسيطه. حنا كنطيسيوه الجاكيت ديال الكوير الاخر يعني صعيب، كما تشوفوا ان الابره غادا تخرج، كما كتشوفوا يدي يعني مبيكي لكن الابره ما خرجاتش. هنا كنتيقنوا بان الكوير عنده واحد النوع ديال الشعيرات اللي هما دقيقين يعني في الجلده ديالو، ما كيسمحش للمرور ديال الابره يعني بواحد الشكل اللي هو سريع، يعني الانسجه ديالو يعني ضيقه. هذا جاكيت اللي هو مثلا ديال سكاي كما كتشوفوا الانسجه ديالو يعني ماشي بحال ديال الجلد، ولهذا كتسمح بالمرور ديال هذه الابره بواحد الشكل يعني سريع. كما كتشوفوا في هذه الجاكيطه مع مرور الوقت كما كتشوفوا يعني كتقشر، وعلاش تتقشر؟ كتقشر يعني من المكان ديال العنق للمكان ديال الاكتاف، اما باقي الاماكن كيتقشروا شي حاجه قليله. علاش يعني كيتقشروا من العنق؟ كيتقشروا يعني من الاكتاف وتيتقشروا من تحت اليد، لان هنا كتصب الشتاء وكتضرب الشمس عليه بزاف تيتقشر. هنا الاحتياجات ديال الفرد اللي كيبقى دائما على يده بحال هكا في الطبله يعني تيتقشروا، عكس الجاكيت ديال الكوير اللي هي ما تتاثرش يعني على الاطلاق، كتبقى جاكيت سليمه وللدوام. كما شفتوا هاد الجاكيطه اللي تحددت عليها، ملي كتفحص الجاكيطه من الداخل ديالها ما كتلقاش المرفق اللي تكلمت عليه في البدايه اللي تيكون قطعه جلديه هنا، هذا فقط واحد المرفق بسيط الا تصفحتيه راه كتلقى هنا بوليستر، يعني النوع ديالو راه بوليستر راه ماشي جلد. الناس اللي هما تيبيعوا هاد سكاي اكيد ما غاديش يقبل انه يجرب لك يعني هاد سكاي على اسم انه جلد، علاش؟ لانه على يقين انه غادي يحرق المنتوج ديالو، ميمكنلوش يحرق المنتوج ديالو، ولهذا الفكره راها واضحه يعني جدا. هاد الفيديو هو فقط يعني واحد الفيديو اللي هو تبسيطي من مراسله ديال الكثير ديال الاصدقاء على حساب الجاكيت ديال الكوير، واش كاين الكوير فري ولا ما كاينش الكوير فري. طبعا راه كاين الكوير فري وراه كاين الكوير مزور، انت ملي تمشي تشري هذه هي المعايير اللي عطيتها لك يعني شتيها يعني بعينك يعني في هذا الفيديو باش تبقى انت مرتاح وكتكون يعني عندك واحد الفكره اللي هي مسبقه يعني على الكوير. ما يمكنلكش تمشي عند شي واحد يحلف لك على هاد الجاكيطه انها كوير وغادي تشريها كوير، علاش؟ لانه حلف لك. هاد الامور توضحت لك يعني عن تجربه، الامور كتخاد يعني التجربه ماشي بشي حاجه اخرى. يلا تحياتي لكم، رضوى السربوت يحييكم من ورشته سربوت كوير.